قام مستشفى اليمن الدولي اليوم بتعز ورشة عمل حول مكافحة العدوى كأحد أنشطة لجنة مكافحة العدوى في المستشفى ضمن برنامج متكامل يهدف إلى الحد من انتقال العدوى، وذلك على أسس علمية ومدروسة ومعتمدة دوليا. الورشة ناقشت الاحتياطات العامة في مكافحة العدوى وصحة ونظافة اليدين والمطهرات والمعقمات وكذلك المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا لها. وقد أثريت الورشة بعدد من الملاحظات والرؤى التي تساهم في الحد من انتشار العدوى وانتقال الأمراض بين اليمنيين.